اختتمت فعاليات منتدى ميد دايز الذي تناول المشاركون خلاله العديد من القضايا التي تهم التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية، وقد تم خلال هذا الملتقى طبعا التداول حول مجموعة من القضايا همت 30 محورا وبحضور أزيد من 150 متحدثا ومتدخلا خلال أشغاله. بالنسبة للمنتدى تمت تلاوة البيان الختامي لهذا الملتقى. البيان الختامي تضمن مجموعة من النقاط من ضمنها تثمين كل التطورات الأخيرة التي تهم ضمان تحولات وأثر إيجابي على الدول الإفريقية والمتوسطية. تم أيضا تثمين الخطاب الملكي الأخير للملك محمد السادس بمناسبة المسيرة الخضراء الذي تحدث فيه عن خلق آلية مشتركة للحوار بين كل من المغرب والجزائر. هذه الآلية التي ستسمح بمعالجة مختلف القضايا والمشاكل العالقة بين البلدين والتي تؤثر على التعاون بين البلدين الجارين وأيضا على التعاون في المنطقة. المشاركون عبروا عن كون المبادرة المغربية تبرز هذا الالتزام الدولي للمغرب، بالإضافة إلى كون المغرب يتماشى بمبادرته للانضمام لاتحاد أو للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بكون مبادرته هذه تتماشى مع هذه المبادرة للانضمام، ومع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن المغرب يحظى بوضع متقدم لدى الاتحاد الأوروبي، هذا الوضع الذي يسمح له بلعب حلقة وصل بين كل من إفريقيا وأوروبا أيضا. إذن تم التشجيع أو شدد المشاركون خلال هذا الملتقى من خلال التوصيات على دور المجتمع المدني، على دور المنظمات والهيئات، وعلى دور أيضا الجامعات، الدور المحوري الذي تلعبه كل هذه المؤسسات في تبني هذه قضية الاندماج الإفريقي. المغرب أيضا يمكن أن يكون شريكا وجزءا من أشغال الحوارات السياسية المتعلقة برؤية 2020 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، هذا أيضا مطلب مهم من خلال التوصيات، خدمة للتنمية الاقتصادية والصناعية والفلاحية وتماشيا مع احتياجات السكان في إفريقيا، وخدمة لحرية تنقل الأشخاص والبضائع. في ما يتعلق أيضا هناك نقطة خصصت لضرورة وضع استراتيجية من أجل جنوب للتكوين المهني تشمل القطاع الصناعي والتكنولوجيات الحديثة لضرورتها في القارة الإفريقية وضرورة تنميتها وتطويرها في بلدان القارة. كان هناك أيضا في المحور المتعلق بأوروبا والمتوسط كانت هناك دعوة إلى إجراء تشخيص اجتماعي واقتصادي لوضعية التشغيل في المنطقة والبحث عن أفاق جديدة للتشغيل بالنسبة للشباب والنساء. وفيما يتعلق بمحور الشراكة الإفريقية الصينية تمت الدعوة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية المتعلقة بالصناعة أساسا، ثم أن تكون الحكومات الإفريقية أكثر صرامة في التعاطي مع الصين فيما يتعلق بهذه الشراكة، وأن تدعو الصين إلى المشاركة بمشاريع صينية تتماشى مع نماذج واستراتيجيات التنمية في إفريقيا.